نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرى مركز فرسكور ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. وأوضحت مديرية الصحة أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القوافل الطبيه بتمثل الجزء الصحي من المبادره الرئاسيه، بتميز بمستين اساسيتين. الاولانيه ان هي بتوصل خدمه للمواطن لحد عنده، تسهيلا على اهلنا من كبار السن واللي ما بيقدروش يوصلوا لاقرب مستشفى مركزي ليهم. الميزه الثانيه ان الخدمه بتقدم مجانيه تماما، وده طبعا بيخليها خدمه متميزه جدا اللي بتقدم اداره الصحه. بنحاول ان احنا نرفع من جوده الخدمه المقدمه، بنوفر فيها كل الاحتياجات الصحيه للمواطن. احنا من خلال التثقيف الصحي بنعرف المواطنين بالامراض المعديه اللي موجوده في المجتمع اللي احنا موجود فيه، بنعرفهم بالتطعيم وخاصه تطعيم كورونا في الفتره الحاليه، بنهتم بتوعيه المواطن باهميه اخذ تطعيم الكورونا بجرعاته كامله، مش جرعه واحده او اثنين، لا بنكمل الجرعات بتاعتنا كامله، بنعرفهم بالامراض المعديه اللي موجوده في المجتمع، بنعرف المواطنين كمان على الخدمات الصحيه اللي بتقدمها القافله من خلال توعيتهم بأخذ العلاج المناسب وتناول العلاج في مواعيده والأمور الخاصة بالحفاظ على صحة المواطن. تقارير طبية بتحويل المريض بعد الكشف في العيادات المختلفة في القافلة، بتحويله إذا تطلب الأمر إلى المستشفيات المركزية التابعة لمديرية الصحة بدمياط، بيقوم باستكمال علاجه من حيث إجراء عملية أو استخراج قرار على نفقة الدولة. العلاج متوفر والعيادات كلها موجودة، بطنة وجميع التخصصات. احنا حضرتك العلاج موجود بالمجان والأشعة، وفي أشعة وفي تحاليل. جينا القافلة الطبية جات لنا هنا تكشف على الناس على المواطنين، وفي الحقيقة في موجود هنا كل التخصصات. بيجي المريض بيقول شكواه، بيتلقاه الطبيب المختص وبيقوموا بها على الفور كشف زي ما يحتاج، وبيصرفوا له العلاج دايما على الفور، وإذا لزم له تحويل لمستشفيات خاصة بيحولوه.